الأمر الثاني، الشيخ رحمه الله قال إذا رأى البيت يقطع التلبية، والصواب أنه إذا أراد الشروع بالطواف عند ما يبدأ باستلام الحجر إذا تيسر له، أو الإشارة إليه مع التكبير، وإذا استلمه يسمي ويكبر، وإن لم يستلم فيكبر، يشير إليه ويكبر، فهو ما يقطع التلبية إلا إذا أراد الابتداء بالطواف، لأنه بالابتداء بالطواف شرع في التحلل، شرع في التحلل، هذا أول شيء في التحلل. والتحلل ما هو أنه يحل إحرامه، لا، يبدأ في فعل النسك الذي أحرم به، أجزاء النسك، الركن أو الواجب. لذلك هو بدأ الآن في الطواف بالبيت، فعند استلام الحجر أو التكبير عند الإشارة إليه إذا ما تمكن من الاستلام، يكون بدأ في التحلل بأفعال التحلل، فيقطع التلبية هنا، يعني يقطعها داخل الحرم وفي نفس المطاف، ما هو مجرد ما يرى البيت، لأنه يعني قد يرى البيت وهو في الساحة مع الأبواب، وهذه مسافة، كم يقول فيها التلبية مرة؟ كلها 50 مرة كل شيء، قد لا يتيسر له الابتداء لأول وهلة من الزحام، إذا جاء وقت في آخر وقت صلاة أو شيء، الزحام،